وللمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو السيد رعد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رعد. يعني المسيطر على الأسواق اليوم زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، هذه الزيارة عززت التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إلى أي مدى أثرت هذه الزيارة على الأسواق؟ هذا صحيح، يعني نحن شهدنا الأسواق الآسيوية تأثرت بشكل واضح بهذه الزيارة لأنها تعزز التوترات الجيوسياسية بين قطبي الاقتصاد الأكبر في العالم، الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي. وفي نفس الوقت أيضا رأينا الفيوتشرز أو العقود المستقبلية للأسواق الأمريكية تظهر أنه الافتتاحات سوف تكون على انخفاض خلال تعاملات اليوم. هذا يعني إن صح التعبير الضغط المتأثر من التوترات الجيوسياسية يعتبر عادة مؤقت مرتبط بالتطور في الأحداث أو التطور في التصاعد الذي يمكن أن يحدث. طبعا التهديدات كانت متبادلة نوعا ما، الزيارة كان من طرف الصين تهديدات للولايات المتحدة الأمريكية، هذا من شأنه أنه يظهر يعني عدم رغبة المستثمرين بالمخاطرة والتوجه نحو ملاذات أكثر أمان. نعم، الدولار الأمريكي أنهى شهر يوليو على بارتفاعات يعني وصلت إلى 1%، لكن مع بداية الشهر لاحظنا انخفاض للدولار الأمريكي. برأيك ما الذي يحكم تحركات الدولار خلال هذه الفترة، ونحن في انتظار أيضا بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع؟ صحيح، نحن الدولار الأمريكي كان يتفاعل بشكل كبير مع القرار رفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس، من بعده مباشرة مع حديث جيروم باول رأينا الدولار الأمريكي يتخلى عن ارتفاعاته الحادة ويبدأ بالتراجع أمام سلة العملات بشكل واضح، وذلك نظرا لأنه الإجراء الذي تقدم به الفيدرالي الأمريكي لم يرقى إلى مستوى التطلعات في الأسواق أن الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى تشديد أكبر في السياسة النقدية، وإنما أبقى المجال مفتوحا لإمكانية أنه يكون حسب البيانات الاقتصادية يتم التعامل مع القرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وأهم هذه البيانات هي سوق العمل الذي كان يعول عليه كثيرا. نعم. الفيدرال الأمريكي بأنه ذو أداء متوازن وقوي جدا، ولكن ما ننسى أيضا أنه معدل نمو الأجور أيضا ضعيف نسبيا بالمقارنة مع بيانات التضخم، وهذا ما يضع الضغط الكبير على الفيدرالي وعلى الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة. نعم، نتحدث عن النفط، يعني في انتظار قرار أوبيك بلس يوم غد بشأن الانتاج مع احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب العالمي على النفط، كيف سيؤثر ذلك على قرار أوبك؟ يعني أعتقد هناك نوع ما توازن أصبح لأسعار النفط في الآونة الأخيرة ودفعها بالاتجاه الهابط، وممكن نشهد مستويات أدنى بعض الشيء لأنه في عندي المعروض لا يتراجع، المعروض عندي ستدي ويرتفع تدريجيا ولكن ببطء، ولكن في نفس الوقت الطلب يعني يتعرض نوعا ما إلى الضغوط لأنه في عندي كمان أيضا الركود التضخمي الذي يصيب الاقتصاد العالمي بشكل عام يضغط بشكل كبير على الطلب ويضغط على الأسعار بالاتجاه الهابط، فبالتالي تراجع الطلب إلى مستويات المعروض دعم أنه انخفاض في أسعار النفط، وممكن يرشح مزيد من التراجعات التي قد تطال دون مستويات $90 للبرميل بالنسبة لنايمكس ووصولا إلى $85 للبرميل، أعتقد هي مستويات التوازن حتى يعني في خلال شهر أوغست. نعم، طيب في ظل رفع المركزي الأوروبي للفائدة كيف سيتحرك اليورو؟ يعني أعتقد أنه المركز الأوروبي متباطئ بعض الشيء في عملية تشديد السياسة النقدية، وهذا مطلوب لأنه الاقتصاد الأوروبي متضرر بشكل كبير جدا بنتيجة الارتفاع في أسعار الطاقة كان، وفي نفس الوقت التوترات الجيوسياسية الأوكرانية الروسية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي، والبيانات التي صدرت من ألمانيا نوعا ما كانت يعني تظهر سلبية للاقتصاد الأوروبي، بالتالي ضرورة وجود السياسة التحفيزية مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، ولا أعتقد أنه سيقدم إلى رفع في أسعار الفائدة خلال تعاملات هذا العام. طيب ماذا عن الذهب باختصار؟ الذهب عند مستويات مهمة جدا، ممكن مرشح إلى تجاوز $1,800 للأونصة، نحن قريبين من تحقيق هذا الأمر بدعم من التوترات الجيوسياسية التي تغذي رغبة المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. نعم. وتوجههم نحو الذهب وانخفاض الدولار الأمريكي في نفس الوقت. نعم، السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.